صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك عفاف، كيفك؟ رواق الحمد لله، كيفك مع هالجو؟ شوب وبرد وكل شيء مع بعض. ابدا الشوب. صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واكيد كالعاده بدي اتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات القادمه تحمل معها كل الخير اكيد والرزق الحلوه يلي بتتمنوها، وراحة البال على امال تحصلوا على كل شيء بدكم اياه، تحبوا وتنحبوا وتنجحوا وتفرحوا لنجاح غيركم. صباح الخير على كادر الاخباريه يلي مرافقنا بمشوارنا الصباحي، كمان الاستاذ حسين بالاخراج وعلي على الكاميرا. وصباح الخير لك مره ثانيه يا سلمى. يسعد صباحك عفاف، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يكون خير، واكيد بنتمنى من كل الطلاب يلي عم بيكونوا هلا بالامتحانات بنتمنى لهم التوفيق وتكون الاسئله سهله اكيد ويقدروا يجاوبوا عليها. ودائما بحب اذكر انه هي الامتحانات هي اكيد مفصليه، بس هي مانا نهايه الكون، دائما في فرصه ثانيه ودائما في تعويض، واكيد اللي بيجتهد ممكن يلاقي ثمره نجاحه، ومو شرط الاختصاص العلمي هو يكون افضل اختصاص. محطاتنا عديده لليوم، ولكن بالبدايه بدنا نصبح عليكم بغنيه وبعدها نبلش. طبعا كنا بنعرف سلمى انه الرياضه كثير مهمه لحياتنا. اكيد عفاف، وانا من الناس اللي بحب الرياضه، بس اكثر رياضه بحب المشي، ما بحب الرياضه اللي بالجيم والاماكن. هو احسن شيء ومفيد اكثر شيء للصحه، والواحد بيقدر يمشي وين ما كان وما بدا التزام بالجيم. ف 30 دقيقه من المشي الى مفعول سحري على حياتنا الصحيه. رح نتعرف على كثير من المعلومات بخصوص المشي اكيد ضمن هالتقرير. كثيرا ما نسمع عن فوائد المشي التي لا تقتصر على المساعدة على فقدان الوزن فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل تحسين المزاج وتخفيف التوتر وتعزيز الإبداع. فما الفائدة التي تحققها 15 دقيقة مشي يوميا؟ أولا الشعور بالسعادة. وفقا لدراسة نشرتها مجلة الطب الوقائي، فإن المشي يساهم في تحسين الحالة المزاجية، حيث أفاد المشاركون في هذه الدراسة بأنهم يتمتعون بمستويات طاقة أعلى وصحة عاطفية وحياة اجتماعية أفضل. ثانياً قدرة إبداعية عالية، حيث بينت الدراسة أن المشي يعزز الإنتاج الإبداعي بنسبة 60%. ثالثاً زيادة معدلات ساعات النوم، قد يكون المشي السريع هو الحل الذي تحتاجه، حيث يساعد في النوم بسرعة أكبر ولفترة أطول والحصول على جودة نوم أفضل. رابعاً المساعدة على فقدان الوزن، فالمشي يحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحفز ويصفي الذهن، ما يزيد التركيز على تحقيق الأهداف الصحية. فالمشي لا يضع عبئاً كبيراً على المفاصل مثل الركض. خامساً تحسين صحة الدماغ، حيث اكتشف الباحثون في جامعة نيو مكسيكو هايلاندز أنه عند المشي يرسل تأثير قدمك على الأرض موجات ضغط عبر الشرايين التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ. رح نروح لمحطتنا الثانيه عفاف، وكمان الخل هو يعتبر من المنكهات المفيده جدا، واكيد ما في بيت بيخلى من وجود الخل. هو مو بس منكه للطعام ولكن له فوائد كثير، ويمكن السيدات بيحبوا هي الفائده اللي هي بتزيد من تخفيف الوزن وغيرها من الفوائد رح نتعرف عليها بالتقرير التالي. خل التفاح يعمل على خفض مستويات السكر في الدم، لذلك يعد خيارا جيدا لتقليل الوزن. فكيف يعمل على ذلك؟ يخفض مستويات سكر الدم من خلال تحسين حمض الخليك الذي يعزز قدرة الكبد والعضلات على تناول السكر من الدم. يقلل مستويات الأنسولين، حيث يقلل حمض الاستيليك أيضاً من نسبة الأنسولين ويحولها إلى جلوكون التي تساعد على حرق الدهون، كما يقلل من تخزين الدهون ويساهم في التقليل من الأوزان عن طريق منع تخزين الدهون في البطن ودهون الكبد، كما أنه يعمل على حرق الدهون عندما يستعمل خل التفاح مع النظام الغذائي الغني بالدهون، فإنه يعمل على زيادة الجينات المسؤولة عن حرق الدهون مما يراكم الدهون بشكل أقل، كما يثبط الشهية. الإسيتات تقلل من المراكز في الدماغ التي تتحكم في الشهية والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض استهلاك الطعام.
كما يعزز خل التفاح من الامتلاء، حيث تناوله مع الوجبة النشوية يبطئ بشكل كبير إفراغ المعدة، مما يؤدي إلى زيادة مشاعر الامتلاء وخفض مستويات السكر والأنسولين في الدم. هي ملعقة إلى 2 من خل التفاح، إما تضاف مع السلطات الطازجة أو يتم مزجها مع ما يقارب من 15 إلى 30 مليمتر من الماء، وشربها قبل وجبة الطعام كفيلة بأن تجعلنا نخسر أوزاناً دون الاستغناء عن العناصر الغذائية. وأكيد مكملين مشوارنا الصباحي معكم، وكتير منسأل حالنا بكتير من الأوقات ليش الأشخاص في حياتنا عم يبعدوا عنا، بالرغم من أنه الناس كتير بتحب الصراحة وقول الحقيقة، ولكن كتير بينفروا منا أوقات أو بتكون هي السبب الوحيد لحتى أنهم يبعدوا عنا. فكيف ممكن نحن نحل مشكلة هذا التناقض؟ أكيد في أسلوب لحتى نعبر فيه عن صراحتنا وعن الحقيقة يلي بدنا نحكيها بأسلوب منيح أو آراء تكون مدروسة شوي. أكيد عفاف، مثل ما قلتي يمكن أحياناً الأسلوب الشخص نفسه هو اللي بيفرق، يعني ممكن أنا أكون قادر أني أنا أوصل معلومة أو أوصل رأيي، ولكن طريقة كيف بوصل هذا الرأي الأسلوب هو اللي ممكن يخلي الناس تبعد عني أو تنفر. مشان هيك في ناس بتقلك سبحان الله هذا شو ما قال لي أنا بتقبله، في ناس تانين شو ما حكوا حتى لو كان كلام بسيط أنا ما بقدر أتقبله. اليوم رح نحكي عن هاي الأساليب اللي أنا بقدر أعبر فيها عن رأيي، عن نصيحتي أو حتى عن مشاعري من دون ما أكسب بعد الناس أو عداواتهم أو حتى أني حس أنه أنا مكروه ورأيي غير مرغوب فيه. كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الاستشارية رهف تسابحجي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا هلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا هلا. خلينا بالبداية هيك نعرف ليش الأشخاص بيطالبونا أنه نحن ما نكذب عليهم نكون صادقين، بس بنفس الوقت لما بنحكي الصراحة بيكون هذا سبب لحتى يبعدوا عنا. بيقولوا الصراحة وقاحة. تكون وحدة لابسة فستان جديد ومبسوطة فيه وفرحانة، فجأة بتجي رفقتها بتقلها مسمنك مطلعك مو حلوة، فقديش بتنقهر وهي بتكون دافعة عليه دم قلبها وبتكون كتير حاببته. يعني أوقات كتير قصة الصراحة بتكون يعني لاذعة، بتضايق بتزعج بتقهر. أوقات كتير يعني نحن عم نكون صريحين كرمالكم، يعني إذا نحن ما قلنا لكم أنتوا كيف يعني بكون تضبطوا حالكم؟ فمعتقد عند العالم أنه نحن إذا كنا صريحين ودجينا الحكي دج، فهيدا الشيء بيخلينا أنه نقدم نصيحة تكون مفيدة للأشخاص الآخرين، لكن الشيء اللي بيصير أنه الشخص الآخر بيبتعد عنا، بيتضايق، بينزعج، بينقهر، وهذا الشيء اللي بيخلينا بعدين أنه نحن نبعد عن بعض. مهم جدا نستخدم شيء اسمه الأسلوب. كل إنسان لازم يستخدم مهارات جديدة من هاللحظة، لازم يبلش يتعلمها. طيب أستاذة رهف، يعني اليوم عم نحكي عن أنه نحن بدنا ننقل الواقع من دون ما نجمله، لأنه كمان المجاملات بتصير غير مرغوب فيها، كمان الشخص اللي بيجامل زيادة على اللزوم ما بقى بيتاخد برأيه مع الوقت. فكيف أنا ممكن أنقل الواقع بس بطريقة مثل ما بيقولوا مهذبة لطيفة ما أزعج اللي قدامي؟ أهم شيء نستخدم ما يسمى بالفيدباك ساندويتش، ساندويشة التغذية الراجعة. لنفترض رحتي على مطعم وأنت طلبتي برجر، طلبتي ساندويشة برجر، وهذا المطعم كان أفخم المطاعم. رحتي بس إجا الأوردر، إجا الطلب، إجاكي صحن بقلبه قطعة لحمة فاخرة كتير وبس، تتقبليها؟ أكيد لا. أكيد لا، غير الطلب. أكيد لا. ليش؟ أنا طلبت سندويشة، حتى لو كانت اللحمة يعني كتير غالية وكتير ممتازة وكتير طيبة، لكن ما بتنبلع معنا. فمهم كتير يكون في الخبزة والخس والجبنة والبندورة كل التفاصيل وكل هدول الحباشات. وهيك نحن لما بدنا نحكي مع الآخرين أو بدنا نعطيهم أي نصيحة أو نقد، مهم جدا نستخدم هاي السندويشة. طيب شو مكونات هاي السندويشة؟ أول شيء دائما أي شخص لازم نحكي شيء إيجابي، إطراء. يعني أوقات بيقولوا في مثل أنه
إذا ما لقيت شيء حلو بالشخص قل له زرار قميصك حلوين. فدائما نعطي شغلة إيجابية لحتى الشخص يبلش يرتاح. يعني فرضا الفستان تبعه مو حلو أو مسمنة، فنحن إذا بدنا نقول له مسمنة يعني حيصير ردة فعل إيه لا وأنا حاببته وعاجبني وما حتسمع النصيحة أساسا. ليش؟ لأنه حتكون قوية ولاذعة. طيب في نقطة كمان لما عم نحط إيجابي مثلا نقول له يعني أنت الستايل تبعك كتير حلو، بس شوفوا كلمة بس ولكن تلغي ما قبله. قد ما حكينا شيء إيجابي قبله بس لحظي بس نقول هاي الكلمة خلص كل شيء قبله التغى. لذلك مهم جدا أنه نلغي من هالسندويشة كلمة لكن وكلمة بس. طيب شو بدنا نحكي كيف نقوله؟ طيب الستايل تبعك حلو، لما بتلبسي ألوان غامقة تعطيكي ستايل أحلى بنحفك، هذا الشيء محبب لألا لأنه أنت بتطلعي فيه كتير كول وجميلة وحلوة. فهذا الشيء أنا شو أعطيته هون؟ أنا أعطيتها النصيحة يلي بدي إياها تساويها. يعني بدل ما أقول لها هذا اللون أو هدول الألوان الفاتحة بسمنك، أعطيها شو لازم تعمل. يعني وقت شخص طيب أوكي شو بدي ساوي، فأعطيه شو اللي بدك إياه يساوي. فدائما منحط بدل ما ننتقد منحط الشيء يلي الأفضل للشخص إنه يساوي. كمان ننتبه لنقطة كتير مهمة يلي هي نبرة الصوت. أنا إذا بغير نبرة الصوت تبعي يعني بقول له القميص تبعك أنت ستايلك حلو تمام، قميصك هاد بدك تغيره. مجرد ما غيرت النبرة لاحظوا شو صار، الوعي تبعنا تنبه عمل هيك alert هيك فلاشات وقال استنى في شغلة مو منيحة جاية. لذلك مهم جدا نستخدم نفس النبرة نفس التون. يعني أنت ستايلك حلو، البيس القمصان يلي مثلا إلى أبي بيعطي جمالية أكثر، هيك مرقت وأكلها وهو مبسوط تمام. في نقطة مهمة أوقات الأشخاص بيقولوا لك لا ما حينتبه له، مين قالكم؟ بالعكس لما بنحكيها هيك الشخص رح ياخدها ويتقبلها وياخدها باللاوعي تبعه. ليس بالضرورة دائما كل شيء نقد 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 ولازم يكون بالوعي. الأشياء اللي بياخدها الشخص باللاوعي تبعه بتأثر على المدى البعيد أكثر من الأشياء اللي بياخدها بالوعي. طيب هون هلأ خلينا ننتقل للطرف الثاني اللي عم يتوجه له حكي وصراحة. كتير من الأشخاص بيجوز بيكونوا حوالينا أو بيعبروا عن رأيهم بدون قصد مكيود أو كره، بيكون لمصلحتك. مثلا أنا عم قلك أبتك ما نظبطة فأنا ما عندي أسلوب تمام، بس أنت بتعرفيني أنه أنا، أو ممكن تكوني ما بتعرفي بهي اللحظة أنه أنا مثلا مو عن كره أو مو عن غيري أو كذا، تقولي ما الله غيران مني. هون قديه الطرف الثاني لازم يكون اكثر مرونه بتفكيره، انه ما ياخذ الامور على محمل الشخصنه ويشخصن الامور والله لانه بتكرهني، لا عادي بلكي يعني انا ابتي اذا بتزبط اكثر اوكي. يعني في اشخاص دج باسلوبهم وما عندهم اسلوب ثاني يعني صحيح. او ملتوي او مرن. هون الطرف الثاني قديه مهم انه ياخذ كل شيء بمرونه وبسلاسه. الاكثر مرونه هو الاكثر نجاحا. كل ما كان الانسان بياخذ الموضوع بهدوء وما بياخده من الناحية السلبية فهو بيكون ناجح وما بيتأثر وما بيتضايق. بيقولوا خذ النقد، إذا عجبك ضبه وإذا ما عجبك أنت طالع ارميه بزبالة. هاي الكلمة جدا مهمة وجدا لما الواحد يفكر فيها، إذا عجبه أو لقى فيه إنه هو عن جد يعني في شيء إنه هو يطور له من حاله أو يطور له من تفكيره أو أي شيء فياخده ويستفيد منه. أوقات نظرة الآخرين ممكن تعطينا حالة من التغيير، التغيير نحو الإيجابية أكثر، نكون أفضل نكون أحسن. أما إذا لقاها لا هي نقد لاذع مؤذي مزعج ارميها بزبالة وخلصت، ما يضل يفكر فيها. نحن مشكلتنا إنه لما حدا بينتقدنا نرجع بعدين ومنقعد بيننا وبين حالنا ومنعمل هيك قعدة ومبلش بقى منزعل ومنتضايق ومننقهر ومنعيد ومنكرر نفس الكلمات. يعني منضل عم نعيدهم، طب خلصي لا نرجع منعيدهم طيب ممكن الشخص هو هيك طريقته، فأنا بدي بلش درب حالي انه مو اي كلمة اتضايق منها. يعني
أشخاص كتير بتحكي، وفي ناس بتحكي بيقولوا لك الكلمة على رأس لساني وخلص أنا بحكيها، ليس بالضرورة إنه هي هيدا الشيء دائما بتقصده. في أشخاص كتير ما عنده أسلوب للأسف. طبعا هذا مو مبرر، لازم الشخص يلي بيلاقي حاله إنه ما عنده أسلوب يتعلم الأساليب، يتعلم كيف كيفية النقاش مع الآخرين، أو يحتفظ برأيه لحاله. يحتفظ برأيه لحاله تمام. هلأ وقت الناس بقولك لا ما بدي أحتفظ فيه، بدي أحكي، بدي أعبر، بدي أقول. وأكثر شغلة هي بيستخدموها السوشيال ميديا، يا لطيف كتير بيعبروا وبيعبروا تعبير، يعني مثلا حدا بيكون كاتب بوست بطريقة معينة بينزلوا فيه يعني بطريقة يعني رهيبة. طيب خلص يعني وصلونا الفكرة بطريقة شوي يعني دبلوماسية، شوي رايقة مرتبة، لا 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 لا، لازم نحكي له، لازم يعرف، لازم يساوي. فهون مهم جدا كل شخص يتعلم، ما بصير الواحد انه خلص يقول ايه هذا انا يلي مو عاجبه عاجبه، اللي ما عاجبه اوكي لا يحكي معي. فجدا مهم الشخص يتعلم الاساليب كيف يحكي. طيب اذا اجى شخص ما بيعرف يحكي ما يزعل، ما ياخذها شخصيه، يعرف انه مسكين لو كان عنده هاي المهارات اكيد ما كان حكى بهي الطريقه. اكيد. طيب هون استاذ رهف كمان ما بيفرق الشخص العادي اللي بيعرف امكانياته والشخص اللي عنده ذكاء اجتماعي او ذكاء عاطفي، كمان هي بتفرق؟ لانه اليوم ممكن شخص جرب كذا مره وبعدين بلش لا يغير من نفسه ويتعلم لحتى وصل لأسلوب معين. كل شخص يمكن أنت بدك أسلوب معين تقلي له. صحيح. في ناس بتقلك أنا بحب الشخص اللي بيقلي الشغلة من دون ما يلف ويدور، تمام، حلوة أو بشعة، ما بدي حدا يقلي لو كانت هيك كانت أحلى ولو أغمق شوي، بحب الرأي مثل ما بيقولوا المباشر الصريح. فقدي مهم كمان مهارات الشخص أو الذكاء الاجتماعي تبعه بهيك خليني أقول منطقة من الحوار. الذكاء الاجتماعي هو مهم جدا عند كل شخص، لما بيكون اول شيء بيعرف ذاته، عنده ثقه بنفسه، هي اهم نقطه. وقت الانسان ليش بيزعل؟ لانه عنده حاله الثقه تبعه مهتزه، ما عنده هي الثقه القويه، ما عنده انه هو بيعرف حاله شو عم يساوي. فدائما بياخذ الاخرين وافكارهم ورايهم فيه بشكل كثير جدي، بس مو انه يحسن من حاله، لا، بشوف انه انا كيف العالم عم تنظرني، نظرت لي بشكل سلبي معناتها خلص انا بنهار، انا شخص سلبي، انا بتضايق، انا بزعل. طب اخي حدا اعطاك نقد سلبي معناتها خلينا نشوف، تقبله، خده، ممكن تقلب لعنف معهم يعني. طبعا اوقات كثير النقد مفيد جدا جدا بحياه الانسان، لانه بيرجيكي وبيضوي على جوانب نحن ما بنكون شايفينها من قبل. الآخرين بيشوفوها من منظور تاني لأنه هن دائماً عم بيطلعوا من برا، فبيشوفوا هيدا الموضوع أنه بنظرة مختلفة. فخلينا ناخدها مثل عدة كاميرات، يعني لما ناخد رأي عدة أشخاص بعدين نحن نحكم حالنا، نحكم عقلنا، فممكن ناخدها من عدة زوايا ونستفيد. هذا الشيء بخلينا أنه نساوي شيء أفضل، نطور حالنا أحسن. كثير مهم انه الاشخاص يلي بيقولوا مثلا اوكي انتقدني، معناتها انت عن جد اذا بتحب الصراحه بدك تاخذها شلون ما كان، بطريقه قويه لاذعه ولا خفيفه ولا دبلوماسيه ولا كيف ما كان. فكمان نحن لازم نتدرب على هذا الشيء. حدا قال لي لا الشيء اللي لابسه مو حلو، لابستي مو حلو، مو ظابط، شعراتك مو حلوين، كذا، دول اشياء كثير، وخاصه عند الانثى، الانثى كثير، وخاصه اذا حدا قال لها سمنانه تمام او ما حلو اللي لابستيه او ستايلك مو ظابط، فكثير كثير بتنقل عليهم بقول لهم يلا مره هيك ومره هيك، تمام، لا تزعلوا، مو ضروري راح يكون ظابط دائما يعني. صحيح، هي الدبلوماسيه وهذا المرونه. هلا سلمى عندك مرونه بالتعامل مع الاشخاص وهي شغله كثير ممتازه، انه اوكي ما بتاخذيها بشكل شخصي، بتاخذيها انه يلا اوكي، لانه اغلب الاوقات 90% بس تكوني ظابطه ما حدا بيقول لك انك ظابطه، هني بيستنوا هال 10% وبيمسكوها لحتى يقولوا لك، فاذا بدك تناوليهم اياها ما بتمشي الحال، انت بتتعبي. مزبوط. لذلك اوقات كثير الناس بتطلع على الشيء الناقص،
بيقولوا فينا مثل قاعدة أينشتاين لما عمل كل شيء صح وإجا خربت بمسألة واحدة أو برقم أم كل العالم جمهرت عليه. خلينا هيك بآخر دقيقة من الوقت. طبعا كمان ما بدنا ننسى أنه الأطفال جدا صريحين وكتير بيعبروا عن بياض قلوبهم وصفاوة نيتهم، أنه كمان ما بيكون في بنيتهم شيء. أكيد إذا طفل قال لي كلمة ما رح أتحسس منها، بالمقابل ممكن يكون في أشخاص كبار كمان يعني في نية صافية جواتهم وما يكونوا بيقصدوا شيء. خلينا هيك نعطي نصيحة للأشخاص بشكل عام للي بيتعرضوا لآراء فظة، خلينا نقول وقاسية، كيف ممكن إنه نتعامل معها؟ لا تأخذ الموضوع بحساسية ولا تعتبر إنه الأشخاص هن ناس بيكرهوك. طب وإذا برجون الحوت؟ إذا برجون الحوت؟ لا، برجون الحوت بيكونوا ظراف. أوكي. فدائما الإنسان ما يأخذ الشيء بحساسية، ما يتضايق من كل كلمة، ما يتحسس منها، لأنه هذا الشيء بيأثر على صحته وصحتكم بالدنيا. هذا أهم شيء. دائما نفكر إنه الكلمات الإيجابية والكلمة الحلوة دائما لها أثر بقلوب الناس، ودائما نخلي عنا لساننا حلو ونتعلم كيف نحكي بطريقة منمقة تخلي الآخرين إنه هن ينبسطوا منا ويكونوا أقرب منا. أكيد مثل ما بيقولوا عفاف، الكلمة الحلوة طالعة والكلمة البشعة طالعة، ما بنخسر شيء إذا بس اخترنا كلمة حلوة. لهيك يسعد صباحك دائما، وشكرا لك وعلى كل المعلومات اللي بتقدمينا إياها. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رح نروح لمحطة مهمة عفاف، ولكن بالبداية خلينا نحكي شوي. اليوم كتير بنهتم ضمن محطاتنا إنه نحكي عن الأطفال والطفولة وقديه مهم هي المرحلة بالتأسيس. قديه بتشوفي يمكن في مشاكل يعني بالكبر هي أساسا من الطفولة أصلا؟ طبعا أكيد أي مشكلة أو أي خلل بالطفولة رح يأثر على الأشخاص لما يكبروا، وبالتالي رح تطلع دقة براس الأشخاص يلي هنون ويفرغوا هاي الشحنات السماوية فيهم. فكتير مهم اليوم أنه ننمي قدرات ومهارات الأطفال يلي عنا لحتى تساعده، لحتى يطلع هو لما يكبر شخص مستقل وعنده ثقة بنفسه ويكون شخص سوي بال مجتمع وما يسبب الأذى والضرر لغيره. لهيك رح نتابع كتير من النصائح يلي بتساعد كل سيدة وأم اليوم كيف ممكن تنمي من مهارات طفلها. على الأهل بشكل عام أن يعلموا بأن تطور قدرات الطفل الإدراكية واكتسابه لمهارات جديدة ومتنوعة تجعله قادراً على القيام بالكثير من الأشياء وبمفرده، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وإليكم الخطوة. أولاً افسحي له المجال ليقوم بالأشياء فيكون الفاعل وأنت المشرفة عليه. عليك أن تظهري لطفلك ثقتك به، شجعيه عند إنجازه المهام الموكلة إليه. ضعي طفلك في مواقف اتخاذ القرار كاختيار ملابسه أو مواقف مفتعلة وجعليه يقرر كيف سيتصرف فيها. علمي طفلك تحمل المسؤولية بمواقف حياتية يومية. رح نروح لتاني محطة من محطاتنا. مثل ما قلنا كنا عم نقول عن مهارات الحياة وقديش مهمة هي عند الأطفال، كمان تعتبر اللغات هي من المهارات الأساسية اليوم اللي المفروض تكون موجودة عند أطفالنا ومن عمر صغير طبعاً. وأكيد هاي المهارات بحاجة لتطوير وبحاجة لاهتمام، مو بس بالمدرسة، أكيد خارج المدرسة لازم يتم تعليم واكساب الاطفال مهارات اللغه الثانيه. تماما سلمى، واليوم اكتساب لغه ثانيه والحكي فيها بكل طلاقه واللفظ الصحيح كثير مهمه، وكثير ضروري من الاهل يعملوا دورات متتابعه لاطفالهم لحتى مو بس انهم يعرفوا يحكوا، ايضا يعرفوا يلفظوا الكلمات بشكل صحيح. اليوم كيف نقدر نكتسب هي المهاره؟ معنا الاستاذ صفوان قدوره متخصص باللغات. يسعد صباحك استاذ. صباح خير، اهلا وسهلا ومرحبا فيكم. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك استاذ صفوان. اليوم تعلم لغه ثانيه ما عاد بالشيء يعني هيك مثل ما بيقولوا عادي خلص هو تعلم لغه ثانيه بالمدرسه او لا، اليوم الاطفال صاروا عم بيشوفوا النطق ويسمعوا النطق الصحيح ان كان على الانترنت ان كان بالتلفزيون، فعم بيشوفوا انه احيانا اللغه اللي انا عم اتعلمها كقواعد مو بس هي انه انا اتعلم لغه ثانيه. خلينا نحكي عن الاساسيات لهالمهاره. نحن في عنا أول شيء تحديد الهدف، يعني نحن عم نحكي كاللغة الإنجليزية، فبدي أقول شو هو الهدف يلي أنا
بدي أتعلم من خلاله اللغة. قبل ما نبدأ بتحديد الهدف ما فينا نعمل أي شيء. فthis is the first and most important thing. طيب أستاذ، اليوم لكل الأهالي اللي بيسعوا لتدريب أطفالهم وبيعملوا لهم دورات متتابعة، وبالتالي أوكي هنا عم يتعلموا لغة، عم يعرفوا الأحرف والقواعد، ولكن طريقة اللفظ بتكون كتير خطأ، فشو بتنصحنا بهاي الحالة؟ بظن طريقة اللفظ متعلقة جدا بشيء اسمه الأكويزيشن، يعني احنا بمعنى تعلم اللغة متعلق ب الشخص يلي عم يلقن هاللغة بالضبط. فإذا عندي مثلاً شخص نيتيف لنفرض عم يلقن هاللغة، أكيد اللفظ والنطق رح يكون سليم. نصيحتي للأهل دائماً التركيز على الملقن أو المربي يلي عم يلقن أطفالهم هاي اللغة. So this is very important من أجل إنه تطلع اللغة هي اللغة الأم تماماً بالنسبة كنيتيف سبيكر. طيب أستاذ صفوان، خلينا نحكي شوي. اليوم كتير بنسمع إنه خليه يسمع أفلام أغاني، هدول الشغلات بيساعدوه على تعلم اللغة وعلى سماع النطق. ونحن بنعرف طبعاً في اختلافات باللغة الإنجليزية بين النطق الأمريكي والبريطاني، اللغة الشارع مثل ما بيقولوا، أو اللغة المغنات، اللغة المحكية حتى بالأفلام، طريقة وصل، يعني إنه أنا إذا بدي أوصل الجملة بقلب بعضها معناته أنا صرت واو، يعني كتير تماماً. كتير منيح باللغة. تماماً. دور الأفلام الحقيقة باللغة الإنجليزية هام جداً، لكن هذا الأمر بده يكون مدروس. يعني ما بيكفي مثلاً إنه أنا فقط حط موفي for example I sing English ولك سي إنه أنا أبدأ مثلاً استمع له اللغة واستمع للكنة، بدي مرة تانية حدد أنا شو بدي من هاي الموفي. Some people بدهم يقولوا إنه لحنا نستمع مثلاً نحط subtitle Arabic، some people بدنا نحط مثلاً subtitle كترجمة بالإنجليش. دور الأفلام هو دور أساسي، لأنه لحنا بالنهاية ببلد non-English speaking community، يعني ما بتتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أم، وبالتالي يعتبرون فضلك اللي بيحكي. يعني هو بدنا نقول إنه ضروري مشان نعوض النقص يلي صاير بعدم التعرض للغة، لأنه أمر الإكسبوجر بركز كتير على فكرة الإكسبوجر، هو أهم فكرة، فكرة التعرض للتايم، تعرض للغة الثانية. وبالنهاية if you think يعني of the children، الأطفال هيك بيبدوا يتعلموا، بيبدوا يتعرضوا مثلاً للغة الأم من خلال الأهل، من خلال المجتمع، من خلال الكوميونيتي. هذا السبب بيخليهم ينطقوا اللغة. فدور الأفلام دور هام، لكن بده يكون الموفي مدروسة تماماً من حيث النطق، من حيث السبتايتل موجود. ممكن إنه الطفل مثلاً بمرحلة مبكرة مثلاً كديزني مثلاً موفيز أو سو، هذا الشيء كتير بيكون مساعد بالنسبة للأطفال. لكن هل بدنا نحط سبتايتل؟ هل بدنا نحط سبتايتل بالعربيك for example in Arabic؟ فأحياناً بتكون غلطة إنه لحنا نعرض الطفل، فبيلتهي الطفل بالتركيز على السبتايتل وفهم الموفي، وبينسى الغاية الأساسية اللي هي التلقين واللي هي التعرض للغة as much as possible. حكينا كمان بالفقرة السابقة إنه كتير من الأهل بيركزوا على تعليم أبنائهم اللغة الإنجليش. اليوم خلينا نحكي عن الأطفال اللي بلشوا مرحلة الابتدائية والإعدادية، هون ممكن يلحقوا إنهم يتعلموا بكل سلاسة ومرونة، ولا بيكون صعب عليهم، ولا بأي عمر أنت بتنصح؟ كتير مبسوط بكلمة ممكن يلحقوا، لأنه فعلاً هي بدل على تأخير حاصل. لكن لحسن الحظ of course طبعاً ممكن، ولو حتى بعد، ولو حتى بالعشرينات، الثلاثينات، بالأربعينات. يعني إحنا we see people بيبدوا يتعلموا بالأربعين أحياناً بالخمسين. فالتجارب أو الأبحاث تثبت مدى قدرة الأشخاص سواء كصغار أو كبار على تعلم اللغة بشكل تام. والدليل طبعاً على هالشيء الأشخاص اللي بتسافر بسن متأخرة مثلاً لبلاد تانية مثل ما عم نشوف، فهن يبدو. لكن كنصيحة للأهل بالمراحل الابتدائية إذا صار في تأخر مرة تانية، طبعاً نحن بنذكر دور المدرسة، نحن هون مرحلة ابتدائية عم نذكر أو بهالعمر عم نذكر دور المدرسة، بالإضافة للدور المعلم، دور الطالب نفسه، دور الأهل. فهن أربع عوامل تماماً. النصيحة إنه نحن نتابع مع المدرسة، نطلع على المنهاج. إذا الأهل ما في إلمام باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء ممكن يكون طبيعي، أقل شيء يكون في شخص متابع. لازم ضروري جدا يكون في شخص أو حدا عم يتابع موضوع اللغة الإنجليزية، بالإضافة لدور المعلم ودور الكوميونيتي الصغير اللي هي العائلة الموجودة فيها.
وأضف إلى ذلك دور المنهاج نفسه اللي عم يدرس. طيب أستاذ صفوان، شو الأخطاء اللي ممكن حدا يكتسبها يعني من طريقة التعلم الخاطئ؟ أوقات في ناس للأسف ما الكل بيقدر يصح لهم أنه يكون الملقن أو المدرب تبعهم هو بيتقن اللغة وبيتقن كمان اللفظ وما إلى ذلك، هل في طريقة لتصحيح هذا الشيء؟ طبعاً إحنا بدنا نحكي بأمر ما فينا ننكره أبداً، هو وجود الموهبة. يعني في أشخاص عندها الموهبة بأمر معين أكثر من أشخاص، هذا دور كتير 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 أساسي. إنما من الأخطاء اللي بتصير هو مرة تانية برجع بحكي عدم تحديد هدف واضح، ليش أنا بدي أخذ مثلاً دورة لغة إنجليزية، لوين بدي ابني يوصل، لوين بدي شو بدي حصل خلال فترة 4 أو 5 أشهر، يلي هو خطأ تاني إنه لحنا ما بنربط الهدف بالزمن. فأنا لحنا برافو إنه very good رح ناخد English training، لكن شو الهدف وخلال قديش من الوقت لحنا بدنا نحقق هذا الهدف. الخطأ التاني هو عدم ممارسة اللغة. طبعا هلا إحنا بدنا نقول مع مين بدنا نمارس اللغة، this no problem. نرجع مرة تانية لفكرة يكفي الآن إنه لحنا نتعرض للغة، خاصة بالعمر الابتدائي اللي لساته يعتبر عمر يعني بعمر التلقين in a way or another. فأيضا تعرض للغة من خلال movies of course، ومن خلال أمور تانية متعلقة مثلا بالحكي مع الذات أو الحكي ضمن club، مثلا ضمن English club، ضمن English training and so on. طيب كمان في أطفال أو خلينا نقول أشخاص بشكل عام بيعرفوا كل القواعد وبيحكوا كمان بطلاقة وما عندهم حدا يحكوا معه، ما في حدا معهم بالبيت أو الكوتش أو هنهم قطعوا مرحلة الكوتش، فكيف هنهم بدهم يحافظوا؟ ممكن اللي بيكتسب لغة بيحافظ عليها جواته بدون ممارسة؟ من الأمور الجميلة جدا بأمر اللغة الإنجليزية إنه الدماغ ما يعني ما بيتلف أي معلومة أو أي كلمة حتى تعلمها، سواء مرحلة مبكرة أو متأخرة أو ما شابه، لكن بيصير في نسيان. فمرحلة الريأكتيفيشن إعادة استرداد الكلمات موجودة جدا، بمعنى لو صار في قطع صار في عدم ممارسة لفترة بيرجع في براكتس مثلا لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة بيرجع في استرداد تام. فالآن نحن فور اكزامبل ما عندنا اي حدا مثلا نحكي معه، بدنا نضطر نعمل تكنيكس معه. طبعا اول شيء دور اهميه الاستماع، يعني هي مفروضه تماما every day، استماع للغه الانجليزيه، ضروره التعرض لمفردات اللغه الانجليزيه. ولو الطفل او ولو الطالب مرحله ابتدائيه ما عم يقدر يفهم كل شيء، لكن هو بالنهايه عم ياخذ الميوزك تبع اللغه، عم ياخذ الانتونيشن تبع اللغه، عم ياخذ طبقات اور سو. فموضوع انه يستمع موضوع هام جدا، وهي نصيحه للاهل انه موضوع تحديد شيء بالموفيز اور sometimes it is song مثلا sometimes، لكن ضروري يكون موجود. اذا ما قدرنا نعمل ممارسه للغه الانجليزيه رح يكون في اكيد نسيان لموضوع اللغه الانجليزيه. طبعا ممكن طالب مرحله ثانيه يرجع يتذكر، لكن ما بيصير من الاساس انه يكون في هالقطع الموجوده. غلطه ثانيه طبعا بهالامر انه بالصيف فور اكزامبل بيكون الطفل خلال فتره المدرسه عم يعمل براكتس بلا بلا بلا، مرحله الصيف بيجي عندنا 3 أشهر يعني بوز او بريك. باللغه الانجليزيه ما في بريك، لانه ما حدا بيعمل بريك عن اللغه هو عم يحكيها فور اكزامبل. فهذا امر كمان ثاني ممكن ننتبه. طيب استاذ صفوان، خلينا نحكي كمان عن فكره مهمه اليوم، قد مهم يكون يعني في تواصل بين الاطفال باعمار معينه حتى هذا الشيء يساعد. يعني نحن دائما بنقول استاذ وطالب صحيح، بس لما بيكون الوسط كله اللي حوالين الاطفال هو على سويه معينه من اللغه، هذا الشيء ممكن يكسبوا مهاره اضافيه، ممكن يخليه يحكي اكثر. يعني اليوم نعرف الاساليب الحديثه اللي هي صارت ما عاد تعتمد بس كتاب ودفتر وتلقين، لا انا عم خليهم يكونوا يفتحوا حوار ومناقشه مع بعض. قد ايه هذا الاسلوب مهم؟ هذا السؤال رائع جدا، لانه احنا من الاخطاء يلي بتصير انه بيصير التلقين فقط عن طريق المدرس او المدرسه، بالتالي منشوف انه الطالب او متعلم اللغه عم ياخذ لغه التيتشر بس، شخصيه التيتشر وطريقه التيتشر بالحكي، ويعني بصير فور اكزامبل يعني مصبوغ بصبغه التيتشر. من الاساليب الحديثه والمطلوبه جدا انه الطلاب ايضا يتواصلوا مع بعض. طبعا الطالب الاقوى بيعمل انفورسمنت للطالب اللي اقل،
مثلا قوة باللغة، الطالب الأدب بيتعلم من الطالب الأقوى and so on. فهذا الشيء أمر مطلوب جدا. عندنا أمر آخر أحيانا نشوف، أنا بشوفها كثير، أهل بيتدخلوا بموضوع الـ practice with the students. رجائي جدا للأهل إذا ما في اللغة الإنجليزية يعني كلغة صحيحة يعني أوكي، بس this thing نخليه مثلا للمختص، للمدرسة، للمختص، لأنه الطفل بيلقط أو حتى الطالب بيلقط الأهل أكثر بكثير، بياخد الأهل يعني إذا مثلا أو أب عم يدرسوا مثلا وعم يدرس طفل، يلا ماما رد وراي خاصة مرحلة مبكرة 1-2-3 for example، بدل 1-2-3 هذا الطفل صعب later إنه ينتقل من 3 لثري أو من زا لذا، خاصة الزا والثويات يعني give me the pencil مثلا، فأخذ الطفل الخطأ بزا وبالبي بدل البي، فالطفل بتلاقي يوصل على المدرسة يوصل لمراحل أيضا متأخرة وبيقول 3 أو the pencil أو بصير صعب شوي. فالأهل fine، لكن اللغة الإنجليزية نضمن تماما أنه تكون عم تتلقى من الشكل الصحيح، وهي بوش يعني يعني بستغل الوقت بوش للأهل والبيرنس إنه كمان هن يتقنوا اللغة الإنجليزية. تماماً. Never late. أكيد اليوم كمان أدي مهم بالإضافة للغة والتحدث بطلاقة، أدي مهم تكون مضافة مهارة لغة الجسد أو تواصل. إذا أنا عم حاكيك أنت عم تحاكيني لغة أنا ما بعرفها، أدي لغة جسدك أو تعابير وشك ممكن أنا تخليني أفهم عليك شوي أو أنت بتساعدك لحتى تكون أكثر أريحية، مضافة هي المهارة لمهارة اللغة؟ تماماً. أكثر من 70% من أي مسج بدنا ننقلها سواء يعني باللغة الأم أو باللغة الثانية اللي هي بحالتنا اللغة الإنجليزية بتتم من خلال لغة الجسد. الأمر الهام جداً نحن في للطلاب خاصة بمراحل مبكرة إنه يطلعوا يعملوا شيء مثلا احنا نسميه كبرزنتيشن أو كإلقاء، وهون أيضا نوع بخطأ تاني إنه أحيانا الإلقاء يطلع الطالب اللي احنا بدنا نخليه يمارس اللغة، فبيطلع على الستيج بيطلع أمام الطلاب وبيعمل برزنتيشن، لكن أحيانا من أخطائنا إنه البرزنتيشن نفسه طالب قد يعطي البرزنتيشن هو like this for example بدون أي تحريك. فكتير excellent point إنه إحنا ما فينا نربط موضوع اللغة والتحدث باللغة عن موضوع التركيز وتطويره مع لغة الجسد باللغة الإنجليزية. هذا الشيء بيؤدي لنا الرسالة أوضح وأقوى وأسهل للفهم. بيكتسب الشخص لحاله ولا هي على الكوتش؟ مرتبطة بشكل أو بآخر بطريقة لغة الجسد الخاصة ولو باللغة أو حسب تمكنه يمكن من المعلومة. ثاني شيء، كل ما كان الطفل أو الطالب بأي مرحلة متمكن من الشيء اللي بده يحكيه أو من اللغة فهو بيكون أريح باستخدام لغة الجسد. لكن هون نصيحة بقى للتيتشرز المدرسين مو بس للطلاب أو للأهل، إنه لما لحنا نطلب من الطلاب موضوع presentation ضمن الكلاس روم أو موضوع إلقاء ما نركز فقط ونقيم اللانجويج، بنقيم كمان استخدام لغة الجسد، استخدام الهاند جيستشرز، استخدام الفيشال إكسبريشنز، استخدام الاي كونتاكت از ويل، استخدام البادي موفمنت اند اول اوف بالفويس، طبعا ما ننسى اهميه الفويس اورايت باللغه. استاذ صفوان، اليوم السوشيال ميديا دخلت كل شيء بحياتنا حتى بالنسبه لتعلم اللغه، صرنا عم نشوف خليني اقول مثل نوع المدربين عم نزلوا فيديوهات ان كان على الانستغرام او غيرها من المواقع اللي عم يحكوا فيها عن اللغه وطريقه اللفظ، وكل استاذ عم ياخذ وجهه نظر معينه. انا كيف بدي اعرف اذا هي الصح او هي الغلط، وخصوصا اذا انا حابه؟ يعني في كثير اشخاص بيقول لك ايه الموبايل بايدي وعم بقدر فوت على هالموقع كل يوم عم ينزل معلومه جديده، ليش لا؟ هذا الامر يعني is good and bad، ممكن يكون بنفس الوقت في شيء صح في شيء غلط. طبعا اذا من خلال الدراسه المنهجيه فهذا الشيء ما نو ذا بيست، يعني ما نو افضل شيء، لانه بصير بيعمل تشويش تشتت او تركيز وعفوا يعني عدم تركيز بالنسبه للطالب. امر جيد طالما الطالب هو عم يتعرض سواء اليوم سمع لريتشاردز وبكره سمع لجيسيكا وبعده لتوم وبعده لتوني
المهم الطالب عم يتلقى لغة إنجليزية، سواء كانت British accent, American accent. نظرية الإكسبوجر والتعرض للغة بتبقى موجودة، فحسب الغرض والهدف. شايف عم نركز على فكرة الهدف لأنه هي فعلا موجودة من واقع. فإذا كان الهدف هو مجرد التعرض والتلقين للغة فنو problem at all. أنا المهم أنه عم بضمن أني استمع every day، خليني أقول 15 minutes, half an hour, one hour. أما إذا الغرض أكاديمي بمعنى أنه دراسة أكاديمية، أنا بيتعلم grammar، بيتعلم مفردات بشكل ممنهج، فهذا الشيء بيكون كتير 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 مشوش. نرجع ضرورة أنه إذا كان الأمر أكاديمي ضرورة يكون في أقل شيء مدرس أو مدرسة عم يتابعوا الطالب بهالمجال. في طبعاً بتصير حالات إنه طالب بيبدأ مثلاً بيرتاح مع تيتشر معين لنفرض أونلاين ضمن خيارات متعددة مثل ما تفضلتي، لكن بيرتاح للتيتشر from the beginning، ممكن يكمل بمراحل كتير متقدمة. ممكن نعتبر هي الخطوة كبداية للأشخاص، خلينا نقول الكبار بدون الأطفال. يعني اليوم أي شخص بده يتعلم لغة جديدة بيكون في عنده صعوبة بالبداية. شو أمر أنا سجل كورس، اسمع لحالي، اكتب لحالي، شو هي الخطوة اللي لازم تكون بالبداية بالأول؟ بالبداية في عنا خاصة ذكرتي كمان موضوع الأشخاص الأكبر عمراً، في عنا وهم كتير كبير. وهم كتير كبير، يعني احنا بنعرف الأشخاص المتقدمين بالعمر يمكن بياخد معهم قرار لياخد تريننج باللغة الإنجليزية يمكن أحياناً سنة. فهو بالبداية الوهم يعني مثل ما بينقال يعني وهم أكبر من اللغة، عرفتي؟ لكن كبداية أنا دايماً بنصح الشخص بيكون موجه بشكل أكاديمي. ذكرت حضرتك موضوع الاستماع أكيد أمر هام، لكن إذا كانت البداية فلحنا لابد من وجود شخص يوجه يسي، اللي قد تكون المدرسة، قد يكون دورة لغة، قد يكون private teacher أو مدرس خاص or so on. لابد من هذا الشيء خاصة بالمراحل البدائية، لكن أهم شيء هي الخطوة الأولى يلي الطالب سواء كان صغير وخاصة إذا كبير يخطيها، واتخاذ القرار وتحديد الهدف. ودائماً عنا أمر هام ربط الهدف من التعلم، لنفرض نتعلم اللغة، ربط بالزمن. يعني ما بيكفي إنه إحنا فقط نأخذ دورة لغة أو فقط مثلاً أستاذ يدرسني أو فقط أخذ شيء أونلاين، بدي أقدر أقيم مقدار التطور والبروغرس اللي عم يصير in language تقريباً كل شهر. كل شهر، كل كورس، كل تريننج، هذا هام جدا لتحقيق الهدف اللي ممكن يكون سنوي او مثلا نصف سنوي او طيب بس شو رايك بالبرامج التعليميه يلي بنشوفها هلا؟ هي ممكن بتكون بتساعد الطالب بالقواعد اللغويه، بيصير شاطر بالقواعد اللغويه، بتركيب الجمل وما الى ذلك، ولكن بيبقى يمكن بده اختبارات اكيد شفهيه تختلف. مثلا خلينا نقول في ناس بتفتح بعض البرامج الموجوده على النت، بتجيبها بتشتغل عليها بتتعلم. كيف انا ممكن اعمل هاي الفحوصات؟ هل في مثلا بعض الاساتذه ممكن بيشتغلوا اونلاين؟ موضوع الاونلاين الان صار موضوع رائج وموجود، لكن نحن بحاجه اكيد وجود الشخص المتابع. لنفرض انا بدي اتعلم اونلاين فور اكزامبل، اذا كنت بمرحله مبكره ففتت عملت مثلا تيست، اول شيء ماني ضمنان انه الموقع يكون صحيح. ثاني شيء الان في عندنا معايير عالميه، معايير الاتحاد الاوروبي فور اكزامبل لتعليم اللغات، معايير خاصه بجامعه مثل كامبريدج لتعليم اللغات او ما شابه. فنحن اول شيء اذا انا بدي اعمل اول شيء كيف بدي اضمن كشخص من خارج المجال انه هذا التاست صحيح يسي وبيعطيني نتائج صحيحه. ثاني شيء اذا انا عملت التاست واخذت علامه معينه فور اكزامبل، فكيف هي العلامه بدي اضمن انه انا مثلا يعني اخذت 50، كيف بدي اضمن ال 50 الثانيه او اعرف شو ال 50 الثانيه وين راحت، شو الامور؟ يعني احنا بنشوف مثلا شخص مثلا بيروح على الجيم مثلا بيكون مع ترينر او مع كوتش، فالكوتش بيقول له انه هي نقاط قوه، هي نقاط ضعف، نحن بدنا نساوي هيك، نحن بدنا نشتغل على هيك. نفس الشيء تماما بموضوع اللغه الانجليزيه، فاكيد برامج الاونلاين مساعده خاصه للاشخاص يلي وقتهم ما كثير ممكن يسمع، لكن لابد من اشخاص هي عم تتابع وتكون على كفاءه عاليه.
بنعرفها كفاءة عالية طبعاً من خلال الاسم، من خلال الخبرة، من خلال هالأمور هاي، مشان ضروري كتير يكون عم يتابعه هذا الطفل أو هذا الشخص متعلم اللغة. فالأونلاين بروغرامز جود بروغرامز، لكن لابد من أن تكون مرحلة أكاديمية مع وجود شخص أكاديمي عم يتم هالمرحلة مع الطالب، مع تحديد الهدف، تحديد الزمن يلي عم يتم من خلال التطور. مو معقول اليوم بعد مثلا سنتين ما يكون في نتائج، بعد ثلاث سنين ما يكون في نتائج، بعد سنة ما يكون في نتائج. الأمر متعلق كتير بالهدف، بالبروسس، بالعملية نفسها اللي عم يتم فيها تعلم اللغة، وأهم شيء البراكتس يلي عم يصير. 2 hours مثلا in the classroom، 2 hours with the teacher، في عنا أكيد 2 hours listening، لو بالسيارة، لو on the street، لو بالهيدسيت، لو 2 hours of يعني الاكسبوجر ضروري جدا جدا جدا. هلا نحن بمرحله حساسه ومرحله امتحانات، ويمكن كثير من الاشخاص ما لحقوا انهم يكتسبوا مهاره اللغه بشكل متقن اكثر. هلا بفتره الامتحانات والاشخاص يلي عندهم امتحانات لغات، شو بتنصحون يلي ما عندهم لسه القوه او القدره لانهم يكتسبوا او ما عندهم مكتسبه عندهم لسه؟ شو بتنصحهم هيك لحتى تساعدهم اكثر يكون امتحانهم اكثر سهوله؟ بمرحله الامتحانات بنركز نحن بين حكينا كلغه مثلا كتعلم لغه من اجل اللغه السبيكينج، والامر الثاني تعلم اللغه او دراسه اللغه من اجل العلامه. فنصيحتي بالنسبه للطلاب الان التركيز على دراسه اللغه من اجل او فور ذا مارك، من اجل العلامه. هذا الشيء ممكن يكون يعتمد على شيء من الحفظ، شيء من يعني الان هون نحن مرحله السبيكينج ومرحله البراكتس شوي ممكن انه بدنا ننسى، لانه الان نحن بمرحله بهمنا المارك اكثر. طبعا بتمنى كل التوفيق للطلاب خاصه بهالامر، لكن نرجع بنحكي هي عمليه قد تكون متشابهه. يعني نحن خلال السنه البراكتس يلي صار بالنسبه ل دراسة اللغة أي طالب الآن، فبيكون الأمر أقل من عادي جدا. أمر اللغة الإنجليزية أمر براكتس حتى بالنسبة للامتحان، يعني ستريس الامتحان موجود أكيد، لكن بس في أشخاص ما هم مكتسبين لسه اللغة وما هم متمكنين منها. فشو بتنصحهم؟ هذا الشيء تماما، هذا الشيء اللي عم نحكي إنه ضروري أول شيء يكون في حدا يتابع معهم. هذا امر ضروري انه نحن الان عم نحكي على وقت ضيق شوي. يوسي. والامر الثاني طالما كان في شوي براكتس خلال العام فامر كثير رح يكون بسيط، خلال خاصه موضوع اللغه يعني مو 1+1=2، في عندنا خيارات كثير كثير متعدده بالنسبه لجواب الطالب ضمن الامتحان. فجست ريلاكس وانجوي ذا جورني اند فايند سم ون، يكون في حدا بس كمتابع ضمن مرحلة وقت شوي ضيق. أما أمر اللغة حتى بالنسبة للأكاديمية طلابنا الأعزاء طبعا سواء بالتاسع أو بالبكالوريا، هي أمر رحلة وأمر يعني متعة وبراكتس سواء كدراسة وسواء كممارسة بالنسبة للكونفرسيشن. طيب أستاذ صفوان، اليوم بعض الأخطاء اللي ممكن الشائعة يوقع فيها الناس وهن عم يتعلموا هاي المهارة، بتحب توجه لهم نصائح على هالموضوع؟ إذا بدنا نحكي نحن كأشخاص بدنا نبدأ نتعلم اللغة بدنا نعرف أمرها. أول شيء في شغلات صارت بالحياة يعني ما أنا optional، مو يعني ممكن بالماضي for example، مو كتير بالماضي البعيد، ممكن إذا بنرجع يمكن 10 سنين لورا اللغة ممكن شخص بلا لغة يعني يبدأ. right now أول نصيحة هي إنه نعرف إنه اللغة ما عادت خيار، يعني هي صارت حاجة من حاجات البقاء تماماً. يعني what you do for example for survival وللحياة ولاستمرار الحياة، you eat, you drink, you sleep, you see, you breathe، كل هالأمور هاي الآن بدنا نضيف لهم أمر هو كمان تعلم اللغة الإنجليزية، أمر حاجة من حاجات البقاء. عم يجينا أشخاص for example، لو أنا بجتمع بأشخاص بيكونوا من أصدقائي for example I receive a phone call hello please have can you help me بس ما معي وقت خير، فانا I think of يعني something was wrong، اللي عندي مقابلة هامة بجهة كتير هامة قد تكون داخل سوريا او خارج سوريا، لكن عندي مشكلة so what's your problem
مشكلتي انه ما عندي لغه انجليزيه. اها طيب ما في مشكله، بنبدا نتعلم اللغه. قد ايه معنا وقت؟ معي شهر. اها يعني فاحنا يعني give me a break. You see هي مو امر موضوع متعلق ب ممكن يكون حبه مثلا ناخذها بتزيد اللغه، هي امر متعلق كثير بالبراكتس. فالامر الاول لحنا انه نعرف انه اللغه الانجليزيه ما عادت خيار ابدا 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 بعالم يعتمد على اللغه الانجليزيه كلينجوا فرانكا، يعني كلغه تواصل، كلغه عالميه للتواصل. وهذا الشيء عم نشوفه سواء اشخاص عم يسافروا وعم ينجحوا تماما بسبب اللغه، سواء اشخاص عم يسافروا لكن للاسف ما عم يكون في الشيء المطلوب او تحقيق الهدف بسبب عائق هو اللغه. فبتتحول اللغه الى يعني عائق، الى شيء وهم، الى شيء احيانا مكروه. هذا الشيء طبعا غير صحيح لانه اللغه بالنهايه هي براكتس، يو سي ابسولوتلي. فالنصيحه انه نعرف تماما انه اللغه الانجليزيه ما عادت ابدا للصغار وللكبار مرحله او شيء متعلق بامر كماليات، وانما هي من اساسيات الحياه، اساسيات لبناء مستقبله اكيد وتطوير مهاراته. اكيد اكيد، لانه كثير كثير ضروري، هي مرتبطه. نحن لما نعرف انه اللغه الانجليزيه هي اللغه ضروره حاجه بقاء، نعود بنضيف لها بقى تحديد الهدف. شخص بينا لو فور اكزامبل بعد 3 شهور في عندك مقابله عمل، قدراني تتخيلي الهدف تبعه ومقدار الحرص على التطور، غير لما الشخص يعني just dragging their feet ويعني relax وبس بدي اخذ training بالانجلش. فبيكون 3 شهور عند الشخص الاول نتائج اكيد غير 3 شهور عند الشخص الثاني. هذا الشيء مره ثانيه مرتبط بحاجه اللغه، تحديد الهدف، وربط اللغة ببرنامج زمني يقيس مقدار التطور يلي عم يصير. هام جدا نعرف حالنا بمقدار التطور يلي عم يصير بالنسبة للطلاب ضمن كل مرحلة. أكيد. يعني بالختام نشكرك ولوجودك معنا وكل المعلومات القيمة، وإن شاء الله يكون الكل استفاد من هاي النصائح. شكرا لك. شكرا كثير للاستضافة. Thank you so much and all the very best. شكرا لك كوتش صفوان، أهلا وسهلا فيك. Thank you. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية عفاف، صوت امرأة، عنوان الفعالية الثقافية الفنية اللي افتتحتها لجنة المرأة المركزية في نقابة المحاميين بالتعاون مع وزارة الثقافة في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، والتفاصيل بالتقرير التالي. صوت امرأة، عنوان الفعالية الثقافية الفنية التي افتتحتها لجنة المرأة المركزية في نقابة المحاميين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. اليوم الحقيقة فعالية كتير حلوة ونشاط على إنساني مجتمعي فني لزميلاتنا، معظم المشاركين من الزميلات، زميلاتنا اللي صاحبات المواهب عم يعرضوا أعمالهم هيك لكل الزملاء وللمشاركين. هاي الفعالية هي صارت سنوية، السنة الثانية عم نقدمها للجنة المرأة. هو نشاط اجتماعي ترفيهي بيعبر عن المحامي وبيعبر عن انه هو انسان ولازم يكون له تواجد بكل مفاصل المجتمع، عنده هالبذرة الفنية. وطبعا الكل هواة، منشجعهم لا يمارسوا هالهوايات تبعهم. نحن اليوم بافتتاح لمعرض فني بريشة وأنامل وأبداع محامين فنانين. الرسم ليس مجرد مزج ألوان بعضها ببعض، ولكن هو يعبر عن ثقافة وتاريخ شعب. فالفن التشكيلي هو إبداع من نوع خاص، والفنان هو ذلك الإنسان الذي يأخذ كل شيء من الطبيعة ويعيد صياغته بجمالية جديدة حسب رؤيته لمحيطه ووفق منهاجه الخاص. محامون أثبتوا تميزهم من خلال لوحاتهم وفنهم الذي عبر عن حسهم المرهف، إلى جانب مهنة المحاماة التي تحمل فناً من نوع آخر كفن التعامل وفن المرافعة وفن الوصول إلى الحق والعدالة.
نحن اليوم المحامين اجوا المشاركين من كافة فروع نقابات دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، في معنا من الشعراء من اللاذقية، في من الرقة. كمان نحن حبينا نبعد شوي عن القالب الجامد للقانون ونعطي هيك روح، بما انه من لجنة المرأة فحبت لجنة المرأة تعمل شيء خاص بالفن، كونه المرأة ألوان والأنثى أدب وفن. الفعالية كانت كتير متناسبة مع لوحاتي، لأن دائما أنا بقدم أو بتناول المرأة بكل حالاتها بلوحاتي، المرأة المثقفة المفكرة، المرأة العالمة، المرأة الأم، أيضا المرأة الموهوبة الراقصة. لهيك بلوحاتي أكتر شيء ركزت على عيون المرأة الحالمة والمفكرة، المرأة اللي عندها قوة وقدرة وحرية، نظرة الكبرياء. حبيت اليوم أرسم هاي الصرخة، ولكن بدون ما أرسم مشاهد جارحة للعين، دم وأشلاء ودمار. حبيت أرسم هاي الحالة وركز على هاي الجزئية، واستخدمت أسلوب جدا بسيط، تكنيك بسيط، مواد بسيطة. رسالة تانية حبيت وصلها بالخامات اللي استخدمتها. وتأتي هذه الفعالية إيمانا من المحامين بأهمية الدور الذي يلعبه الفن والشعر في إيصال صوت الحق والعدالة. وتخللت الفعالية قصائد شعرية ونثرية شارك فيها عدد من المحامين والمحاميات. وأكيد مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ولكن رح نروح لفقرة ضرورية لكل الأشخاص هلأ يلي بدهم يسافروا أو عم يفكروا يسافروا. كيف رح تكون أحوال الطقس بهذا الأسبوع وبنهاية الأسبوع اليوم الخميس؟ خلينا نعرف من محمد مطر باتصال هاتفي. صباح الخير محمد. صباح الخير لكم يا أستاذ. ألو ألو، صباح الخير. صباح الخير محمد، عم تسمعنا؟ يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نعرف من حضرتك اليوم كيف الأحوال الجوية، وخصوصا بلشنا نشهد هاي الأيام ارتفاع بدرجات الحرارة، هل هي ضمن معدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات الطبيعية؟ تمام، فكرة مهلا. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة لليوم، فرح تستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي من 1 إلى 3 درجات مئوية. الجو صحو بشكل عام وغائم جزئيا على المنطقة الساحلية، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية متفرقة في تلك المنطقة. أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب في المنطقة الجنوبية والوسطى والقلمون. بالنسبة للرياح، فهي غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة خلال ساعات المساء تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة أحيانا، خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية. أما البحر فهو خفيف ارتفاع الموج، مستمرة معنا هذه الأجواء خلال اليومين القادمين إن شاء الله. اعتبار من بداية الأسبوع القادم يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بنحو من 5 إلى 7 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع القادم. أجواء حارة نسبيا إلى حارة وصحوة بشكل عام تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لليوم، بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 32-14، المرتفعة الجبلية 23-11، المنطقة الوسطى 26-14، المنطقة الساحلية 26-19، الشمالية 32-16، منطقة الجزيرة 38-22، أما الشرقية والبادية 39-22 إن شاء الله. أكيد نتمنى جو لطيف، وشكرا لك محمد. شكرا. أتمنى هيك تكون الأجواء مناسبة لكل الأشخاص يلي عندهم حساسية ويلي بيكرهوا الشوب ويلي بيحبوا الشتوية. وأكيد مشوارنا الصباحي خلص معكم مشاهدينا، إن شاء الله هيك نكون قدمنا لكم معلومات غنية واستفدتوا منا. بدي أتمنى لكم الخير بهذا اليوم وبنهاية الأسبوع، ولاقونا ببداية الأسبوع القادم. وبقية نهار حلو إليك يا سلمى. وإليك كمان يا عفاف. وأكيد مثل العادة بنقول لهم يتابعوا بكرة بيست أوف من أهم المحطات يلي مرت خلال هذا الأسبوع من صباحنا غير يوم السبت، فريق جديد وأكيد أخبار وضيوف جديدة ضمن محطاتنا اليومية ببرنامج صباحنا غير. لا تنسوا تراسلونا لأي موضوع بتحبوا يكون ضمن محطاتنا، وأكيد تشوفوا مقتطفات على صفحة الإخبارية السورية. ضلوا بألف خير، باي باي.